يا اخوانا اوعوا يا اخوانا فوقوا، ده تضيع البلد وده الشرك. الرسول جاء من اجل الشرك ده وطلعوا السيف من اجل الشرك ده. امرت قال عليه الصلاه والسلام ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها مش يقولوها سايب اللسان، لا اله الا الله معناته ما في قبه، لا اله الا الله معناته تدعو الله براو ما بتدعو الشيخ، لا اله الا الله معناته الشيخ ما عنده بركه يبرك فيه جمل ما عنده بركه، ده معنى لا اله الا الله. قال فان قالوها هنا وجوه برضه ما تقولها باللسان ساي، عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل. ده الدين، ها ديننا ما بيقول لك ولا تزل لك للشيخ تجي تسلم عليه وتبرك له. هسه انا بوريك فيديوهات هنا شيوخ في البلد دي في السودان ده بيجي بيسلم عليه والشيخ عنده صوت بتاع جرينتي، يجد الحوار الدرويش يجي يبرك للشيخ في الوطن. زول كبير والله كبير يبرك للشيخ ويحبي له، والشيخ كبطك يجلدهم بالصوت. خش النت تلقاه في البلد دي، امشي لود المرين بتاع الطريقه بتاعت القادريه الصادقه، وانا ما قصدي القبيله قصدي الطريقه الصوفيه، احنا ما عندنا مشكله مع القبائل. بيرمي الناس في الوطن عنده عكاز فيه سحر، الجماعه بيرقصوا دق 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 بيرقصوا، وهل في دين فيه رقيص؟ الرسول كان بيرقص؟ اسالكم بالله، ابو بكر الصديق كان بيرقص يربط نصه ويرقص بصلبه؟ دي الخيامه بتاعت الصوفيه، ده ما عنده علاقه بالاسلام ولا فعل الرسول ولا فعل الصحابه يا اخواننا. ونحن ما قاعدين نخاف من اي زول. الله اكبر، عرفت كلامي؟ ان عندك شيخ بيقدر يناظرنا في الكلام ده اللي يجي هسه، الله اكبر، لانه ده شغل بتاع نساوين يا اخواننا. راجل يرقص بصلبه يقول لك ده دين؟ طيب الخيابه كيف؟ البطاله كيف؟ اذا ده دين يهز نصه راجل، وروني الخايب كيف؟ اذا ده الدين النزل الله من السماء، الخيابه كيف؟ الباطل بيعرفوه بشنو؟ يا اخوانا ده ما عنده علاقه بالدين. ياشر لنا اي والله يا هادي صدق، ياشر لنا الالبه العكاز ود المرين، الجماعه يقعوا في الوطن عكاز من بعيد ولا بيبشوا من بعيد، يعمل له كده ازول ور يجي قاعد لما يزبد ويرفعوه من الوطن. يا اخواننا الدين كده، واحدين يتلبوا من فوق الحيطه، واحدين راكبين في السيريج لما نعمل لهم كده واقعين من فوق جنباص، هل في اسلام زي ده؟ يا اخواننا ده ما دين، دين الصوفيه ده ما دين، ما تقول لي عملوا خلوه ولا عملوا حفله، كله باطل والله، والله باطل، عرفت الدين ده باطل. وبنقول في اي محل وانتم سامعيننا اي محل هو ده كلامنا، ما قاعد نغيره، ان جابونا في التلفزيون قاعد نقول نفس الكلام ده. اما في شيوخ انا عارفهم، واحد يجيبوه بالتلفزيون عشان يجيبوه ثاني ما يمنعوا، ما رايك بالصوفيه؟ والله السؤال ده خلوه طبعا يفرق الامه وكذا، لانه داري يجي ثاني، نحن ما دارنا نجي ثاني، نحن خايفين من ربنا بنقول الكلام ده لانه الله بيسالنا. اما قلناه الله بيسالنا بيقول لنا كتمت الحق ليه؟ قال بكتم الحق ربنا بيلعنوا وبيلعنوا جميع اللاعنين. قال تعالى في القران: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله. اللي بيكتم الحق اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. في ناس القران والدين متخزنه ماكله عشان يملى كرشه، يلقى الناس واقعين في الباطل وحيمشوا النار حيخشوا جهنم، وهو الله علم القران والحديث ما يكلموا عشان خايف منهم. يا اخي العمر واحد والرزق عند الله واليوم واحد والموت واحد، في ذول بيموت مرتين تخاف ليه؟ كلم الناس قول لهم ده حق. والله اللي بيكلمك انا قبل قلت لك بقول لك كلام حار، مش قلت كده؟ الكلام الحار ده هو اللي بينجيك يا اخواننا. اما اللي بيلفوا وبيدوروا ديل هم ديل اللي ضيعوا الامه دي، شيوخ اللي بيلفوا وبيدوروا. كلموا الناس يا اخي، يا اخ والله نحن قلوبنا والله تصب دم لما نلقى لنا. هسه مرينا الصباح نسوان ثلاثه خشيت لين قبه جايت لي، دي تلقاها ما بتلد ودي تلقاها بنتها ما بعرف عندها شنو عارض ودي عندها شنو. جايين للميت وخلوا الحي الذي لا يموت، ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. بتين الامه دي توعى يا اخواننا، بتين الناس تعرف انه الله هو اللي بيد النفع وبيد الضر ونلجا له، ما بنلجا لميت والله ان بقى صوفي ولا بقى غيره. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نخليه ونمشي لذيل للطواغيت. وصوفي زعلانين قال من كلام ازعلوا ويطوقوا ويطقوا ويطرشقوا، لأنه والله ده الحق. وشيوخهم الكبار عارفين كلامنا ده الحق، لأنه ده القرآن عارفينه، لكن بيقطع مصالحه. لأنه الشيخ إذا قال للناس هوي أدعو الله براو القبة دي كسروها، مش أدعو الله براو تاني، ما في نقاطة، في نقاطة تاني، في زيارة، في بياض، ما في. طوالي بيجي الطريق يمشي الخلا يزرع، شغلته تقفلت خلاص. عشان كده كلامنا ده ما بدور. انت غير ما بدوروا ليه؟ لأنهم شايفين انه بوقف النقاطة دي، ونحن أصوى بنخلي والله لما نقابل الله. الله كلامنا الله أكبر. جزاكم الله خير، نحن مسافرين يا جماعة، وبارك الله فيكم، والله بنحب نقعد معاكم ونتونس معاكم. الرغية يا جماعة نوعين، رغية من القرآن والسنة، زول دعيان يقرأ للقرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دي الرغية، وغير من صور القرآن. ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أو بالدعاء تدعو له يا رب اشفيه، يا رب نجيه، يا رب تدعو له، دي رغية. أما تمشي لواحد عاطل يقول لك جيب لي تيس أحمر أو غنماية بنبية أو غيره، ده زول مستهبل وزول مشرك وشغله ده كفر بالله. عرفت كلامي؟ ده ما بيجوز. وأفضل حاجة، أفضل حاجة في الدين وللشفاء إنك تشفى سرعة، وأي حاجة إنك تقرأ لنفسك براك. وأحذرك إنك ما تودي ليك إنتاية لذكر، كان بيسموه شيخ ولا ولي ولا فقيه، والله أنا أحذرك لوجه الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان شنو؟ أو ثالثة. ما هو تقول لي ده شيخ وولي صالح وقلبه نظيف بنجم الشغلة دي كلها، ما تودي لراجل أقرأ لها براك، مش بنتك أقرأ، مرتك أقرأ لها، أو أقرأ برا أفضل، ما قرأت برا أقرأ لها ابتدى، ما توديها لشيخ عنده دقن ولا ما عنده دقن، كل واحد ما توديها لأي شيخ. عرفت كلامي؟ دي أنا والله نصيحة بديك لها، ونحن المجال ده عارفينه كويس، فيه بلاوي كثيرة يا إخواننا.